اكيد فهذاك الموقف يعني موقف نبيل كيدل على انه فنان اصيل وعلى انه صديق وفي، وهنيئا لابن محمود بصديق مثل علي لانه كان السبب ان الملايين ترحموا عليه. واكيد ان الابن ديالي في القبر ديالو فرحان وكان سعيد، كان سعيد وكان يعني حتى في اللحظات الاخيره كيسول عليه بكل التفاصيل، وكانت بيناتهم ماشي صداقه، كانت اخوه. كنشكروا البرنامج زمال الجميل اللي خلى ان هذه العلاقه تبان على الحقيقه، على ان اخوه صادقه. نتمنوا العالي مسيره موفقه والناس اللي من وراه، والله يرحم جميع اموات المسلمين وتستمر الحياه. شكرا. امين امين امين. على المالديدي من مواليد مدينه الدار البيضاء وبالضبط الحي الحسني. تربيت في حي الحسني، وهذه الوالده ديالي الله يحفظها ليا هي اللي رباتني، وهي اللي الحمد لله جعلت من علي المديدي زعما يكون بهذه الشخصيه هذه. فهذا هو علي المديدي، موجد في المحاسبه والاداره الماليه وفنان. نتمنى هذا الفن هذا يوصل لقلوب الناس ولمحبه الناس، هذا هو الافضل. الله يحفظك. طبيعة الحال غادي نكمل في المشوار الفني بشكل اجمل وارقى واحلى، ونتمنى ان شاء الله الجمهور يكون راضي على علي المديدي ان شاء الله. طبيعة الحال أسماء منور كانت مدعمة بشكل كبير كبير، كنشكرها بزاف من هذا المنبر، وكنتمنى إن شاء الله لها حظ موفق. وشكرا لكم بزاف، تحياتي لكم، الله يحفظك. شكرا، تحياتي.